وفي جانب ذي صلة ولما يتميز به الطور العراقي بتلاوة القرآن الكريم عن باقي جميع القراءات، أقامت العتبة العسكرية بسامراء حفلا قرآنيا بحضور عدد من الرابطات القرآنية وضيوف من قراء كتاب الله الكريم. المزيد مع وليد علاء. إحياء للطريقة العراقية في تلاوة وترتيل آيات الذكر الحكيم وتمييز الصوت العراقي عن المصري والحجازي وغيرهما، نظم في العتبة العسكرية المقدسة بسامراء محفلا قرآنيا كبيرا مستضيفا عدد كبير من الرابطات القرآنية في مختلف مناطق العراق وضيوف وزائرين وقراء معروفين لبيان أهمية أصالة الطريقة العراقية وإعادتها إلى الواجهة بعدما أهملت وأصبحت تحتفظ بالماضي فقط. شكل الطريقة العراقية نغمها يختلف، والطريقة العراقية امتاز بها أهل العراق بلاد الرافدين عن غيرهم. الطريقة المصرية لها نغمها ولها طريقتها ولها محبيها، والطريقة الحجازية لها مريديها، لكن الطريقة العراقية امتازت دون هذه الطرق بهذه الأنغام اللي يعني حقيقة هي في جانب الشجع وجانب أكثر جانب تراجيدي والشجاعة أكثر من الحزن يعني اللي العميق بيها، وهذا ناتج من أنه هذا البلد مر بمآسي كثيرة جدا. هذه المآسي خلت طابع القراءة دائما يكون بهذا الحزن وهذا الألم. لا شك ملا نامق، لا شك غيرهم من القراء، المدرسة العراقية مدرسة مستقلة قائمة بذاتها ولم تحتكز على المدارس الأخرى، ولكن الإعلام كان ظالم لهذه المدرسة، الإعلام لم يركز على هذه المدرسة. وتشعر الطريقة العراقية السامعة بالآية أخذة إياه للخشوع والتأثر وتسحبه للبكاء في مختلف المقامات التي تتم فيها. أما الطريقة المصرية فتستطيع كذلك التأثير والخشوع بالسامع لكن بمقامات محددة ومشهورة كالصبا والحجاز، أما بقية المقامات فلا تحتوي على هذه الخاصية. احنا نطلب انه الاهتمام بالاساتذه بالقراء العراقيين من خلال المسابقات القرانيه اللي تصير، انه يعني تكون يعني ما نقول انه يفضلون القارئ العراقي، ولكن انه يصير مساواه بيننا وبين اللي يقرا مصري. هذا نطلبه، ما نقول انه ان نقصي الطريقه على طريقه، لا حرام هذا ما يصير، لكن نطلب المساواه بالمسابقات او بالمسابقات او بالاعلام، انه يستضيفون ناس اكفاء انه تقدر تشرح هذا الإرث، لأنه هذا مثل هويتنا الوطنية العراقية. وتقود جهات قرآنية مختصة في العراق مشروعا كاملا ومدروسا لتنسيق وتنظيم هذه الفعاليات القرآنية النغمية أحياء للطريقة العراقية الأصيلة، لكن هذه البرامج بحاجة إلى دعم مادي ومختصين ومشرفين ذو خبرة لإبراز الهوية العراقية والتراثية في مجال التلاوة. من سامراء وليد علاء، صلاح الدين.